السلام عليكم ورحمة الله يا إخواني الأفاضل، أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الجمعة 14 فبراير 2020، والساعة حوالي 10:52 بتوقيت الجزائر، وهذا حديثي إليكم مباشر عبر الفيسبوك واليوتيوب. أزل في اللون إخواني، ابتداء أعذروني على هذا التأخير، سهرتكم معايا. كما تعرفون اللي تابعوني، أنا في سفر الآن. أنا اليوم موجود في باريس، وظروف السفر دائما في إشكالات طبيعيا بالنسبة للإنترنت وبالنسبة لوضع التليفونات إلى آخره، لكن خالص اعتذاري. ربما تعذروني أكثر لما تعرفوا أنها كانت فعلا جمعة ولا أروع، ولا أروع، من أعظم الجمعات ومن أفضل ما شهدنا لحد الآن، ولا أروع بكل ما تعنيه الكلمة. خلنا نشوف كالعادة ككل جمعة، نشوف أفضل بعض أفضل. الحقيقة وجدت صعوبة شديدة جدا في اختيار الأناشيد والأهازيج، ما عرفتش وش نختار وش نخلي، لأنها كانت كلها رائعة، وكانت كلها حقيقة تعبر عن أن هذا الشعب لن يعود إلى الحظيرة أبدا، هذا الشعب لن يعود إلى القهر أبدا. هذه كانت لمسان. وذكروا أسماء عديدة جدا، هذا أمام سجن تلمسان اللي خرجوا منه الأحرار أمس، مثل أختنا نور الهدى عقادي، مثل محمد خواني، وكل الأحرار كانوا اليوم هناك أهل تلمسان أمام السجن يذكرون في الأحرار كم هي رائعة هذه الوقفة. هذه كانت وهران. وهذه كانت قلمة، قلمة هذه. وهذه كانت الواد. حيا الله حرار الواد، حيا الله حرار الصحراء وحرار الواد، حيا الله حرار البلاد في كل مكان. هذه سطيف. وهذه بالعباس. وهذه كانت غليزان. وهذه كانت بوسعادة.
وهذه كانت عين تيموشن. ما نخلصوش الماز، ما نخلصوش كريسيتي. العاصمة دولة مدنية بإذن الله. اسمعوا هذه، هذه رائعة أيضا، هذه في العاصمة. وربما اختم بهذه. سمعت في هذيك ما كاش الدربي ما كاش مسيرة، وهنا التكملة، او هنا في نشيد اخر. ما كاش لي اسماء، ما كاش مولودية، والديربي يلعب في المرادية. ربما أشرح هذه لإخواني اللي ماهمش متابعين كثير قضايا الفوتبول. العصابة برمجت لقاء مشهور بالديربي، لقاء ما بين مولودية العاصمة واتحاد العاصمة ليسما والامسية، برمجاته باش يكون، وهو من أحد القمم اللي تجرى في كرة القدم على رغم ضعفها في البلاد، إلا أنه من أهم المقابلات التي تجرى، مقابلات تجرى خاصة بين نوادي العاصمة هي من الأهم. فبرمجوه باش يكون يوم 22 فبراير، يعني الجمعة القادم، يعني باش يكون الجمعة والسبت 21 و 22، أعتقد 22. 22 كما تعرفون هو بداية اليوم الأول في العام الثاني لهذا الحراك المبارك ونهاية العام الأول، فأرادوا وكأنهم يريدون أن يستلبوا هذا الشباب اللي كان عمره كله، حياته كلها، نفسه كلها هو الفوتبول. راهو يخرج ويقول لكم ما كاش الديربي، ما كاش لما ما كاش لما ليسما، ما كاش مولودية، الديربي يتلعب في المرادية. هذا تعبير رمزي وفعلي بالغ الأهمية، بالغ الأهمية. كيف لن تستطيعوا أن تخدعوا هذا الشعب؟ إذا ما خدعتوش
هذا الانصار اللي كانوا مستعدين يموتوا من اجل المسيح، اللي يتبع المسيح يستعد يموت من اجلها، واللي يسمعها يستعد يموت من اجلها. وانا اعرف تفاصيل هذه كثيره. انا عشت في القصبه كما ربما ذكرت من قبل حوالي 6 سنوات إلى 7 سنوات تقريبا بشكل متقطع، واحيانا تدوم لفترات اشهر يعني. و يعني كان عندي اخوالي هما قريبين مني في السن الى حد ما، واحد مع المولودية واحد مع ليسما، والمعارك في الأحياء يعني المولودية وليسما هي بالنسبة للكثيرين هي الشيء اللي يخرجهم. وحياة القصبة حياة مريرة بالرغم جمال الحياة بين الناس، إلا أنها حياة صعبة وعصيبة يعني، ضيق ما كاش سكنة يعني، ضيق جدا. لكن كانت دائما بالنسبة لهم ليسما والمولودية هي اللي تخفف عليهم هذاك الضيق وهذاك. الآن شباب هذه المنطقة، شباب القصبة وبأحيائها المختلفة وباب الوادي، يخرج ويقول مكاش ليسما مكاش مولودية، والدار بيتلعب في المرادية. نعم، مصير الأمة يتلعب في المرادية، مصير البلاد يتلعب الآن، مصير البلاد في أيدي عصابات فاسدة ومفسدة خربت البلاد وهدمتها وأضاعت الشباب وأضاعت الشباب والشياب. الشيء الثاني اللي ربما كان من أروع ما شفنا اليوم هو في أغلب المدن رفعت الناس شعارات إكبار وإجلال وافتخار بالقاضي، القاضي بالهادي. على الأرجح أن اسمه محمد بالهادي، ويعرف بسيد أحمد بالهادي. أحمد محمد كلهم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، والناس رفعت شعارات بالغة الأهمية في الإجلال هذا الشخص والافتخار به. من هو هذا؟ قبل أسبوع من الآن كان 99.99% ربما أكثر من الجزائريين لا يعرفونه، لم يكن يعرفه الجزائريين. 43 مليون من الجزائريين إذا عرفوه 1000 شخص في محيطه ما بين العمل والأسرة والدراسة كان مليح. اليوم عشرات الملايين من الجزائريين يعرفونه. ولماذا؟ ماذا فعل؟ ماذا قال؟ ماذا عمل هذا الشخص؟ دقيقة، تكلم دقيقة واحدة، خلونا نعاودوا نرجع وش قال هذا القاضي الفحل، هذا القاضي الشهم اللي سيدخل التاريخ، على الأقل دخلوا الآن يعني بالموقف هذا. نتمنى له الثبات والصمود، هذا مهم جدا. إذن وش قال هذا القاضي حتى الناس تخرج في كل المدن وتذكر اسمه وترفع صور، وإذا به ينتقل من نكرة لا كاد يعرفه إلا القليل إلى أن يعرفه الجزائريون، وليس الجزائريون فقط. الآن وأنا أحدثكم يتابعوننا إخواننا من عدة دول عربية ومن عدة مناطق، كل من يعرف العربية يتابعني يعني في كثير من الأماكن، وين يعرفوا العربية يتابعوننا هنا، خاصة في المنطقة المغاربية، إخواننا المغاربة، إخواننا التوانسة، الليبيين، الموريتانيين، ومناطق أخرى يتابعون ما يجري في الجزائر. وأحيانا بالنسبة إليهم اللايفات اللي قدموها الأحرار هي اللي تعطيهم صورة عما يجري، لأنهم يعرفون أن القنوات والجرائد وما وأتباعها كلها تبث في الكذب وفي الخداع. إذن هذا الشخص يعرفه الآن كثيرين ليس فقط في الجزائر. ماذا قال؟ ماذا فعل؟ إن الجزائريين يمشون قدما نحو الجزائر الجديدة، الجزائر التي يكون فيها القضاء حر ومستقل. الجزائريين يحملون ويرددون شعارات تطالب بقضاء حر ومستقل، فلهذا أنا أتحمل المسؤولية بصفتي ممثل الحق العام، وأرفض التعليمات والمذكرات الفوقية، وتجسيدا لمبدأ استقلال القضاء أطلب تطبيق القانون في حق هؤلاء. النيابة تلتمس البراءة. كان هذا يوم الأحد الماضي، وكانت مفاجأة للجميع، مفاجأة للأحرار الذين كانوا يحاكمون ظلما وعدوانا
مفاجأة لأهليهم وأصدقائهم ومحبيهم والأحرار الذين حضروا المحاكمة في محكمة سيدي محمد، سيئة الصيت، سيئة الاسم، سيئة الشهرة، حاشا سيدي محمد. وكانت صاعقة على العصابة، ابتداء من وزارة الظلم لتسمى وزارة العدل وزقماتي وأتباعه وأذنابه، إلى كبار الجنرالات، إلى تبونهم، إلى زلزال كلمات لم تأخذ منه دقيقة واحدة، دقيقة واحدة يقولها الرجل هذا القاضي الحر، فإذا به يزلزل عرش العصابة ويفاجئ الأحرار في كل مكان ويفاجئ المظلومين في كل مكان، وإذا بهم اليوم الشعب الجزائري يرد له أكثر مليون مرة مما قاله، كون أن يرفع صوره واسمه ويردده الملايين وتردده الحناجر، فهذا أعظم شهادة له في الدنيا قبل الآخرة. ربي يثبت ويثبتنا جميعا، يثبتنا على الحق حتى نلقاه، غير مبدلين ولا مغيرين، وإنما ندافع عن الحق، ندافع عن المظلومين، ندافع عن المستضعفين، ندافع عن المفقرين، ندافع عن المعطلين، ندافع عن هذا الوطن المسقي بدماء الشهداء، ملايين الشهداء، ملايين الشهداء استشهدوا من أجل عزة هذه البلاد، نهضة هذه البلاد، سمو هذه البلاد، فإذا بالأقدار، فإذا بالمجرمين، فإذا باللصوص يعبثون في البلاد ويهدمونها ويخربونها. من بين شعارات اللي سمعتوهم، وكان أحد يردد هذا الشعب لن يعود، هذا الشعب لن يتراجع، هذا أنساو أن هذا الشعب سيتراجع أو يخاف أو يخضع، أنساوها. الحرة، بنت الحرة نور الهدى عقادي، أمس لما خرجت من السجن، من الأسر، من الاعتقال، وقد قضت في حوالي شهرين تقريبا من 19 ديسمبر الماضي، قالت كلمات تذكرنا بجميلة أبو حيرت، تذكرنا بجميلة وكم هم جميلات كثيرات في الثورة الجزائرية، ذكرتنا، رجعتنا 60 سنة الوراء، أولئك الشابات الذين حملوا القنابل يوما ما لتفجيرها في وجوه الكولون وفي وجوه الإجرام وفي وجوه الاستعمار. نحن اليوم نفجر السلمية في وجوه العصابات بكلمات قالت راني خارجة من السجن ومستعدة نرجع له إذا لزم الأمر، لن نعترف بتبون، لم نسمع به، لم نأتي به، عينوه الرئيس غير المعين وسنستمر. وقد كانت اليوم هي ووالدتها في قلب الحراك هناك. سمعت لأخونا محمد خواني والطاهر بوتاش، ولي في الحقيقة أحيانا كثيرة ربما لا تصلنا دائما العبارات القوية والمواقف القوية اللي يقولها الأحرار في مواجهة هذه العصابات وقضائها الفاشل الحجار. أستثني دائما القضاة الشرفاء، وكثير من المرات كنت كي نقول أن هناك في القضاء شرفاء وفي الجنرالات شرفاء وفي الجيش شرفاء، بعض إخواننا من الغبن اللي عايشينه، من الحقرة اللي عايشينها، من الظلم اللي يشوفوا فيه، يقول لك وراهم الشرفاء أين هم؟ هاو أخونا بالهادي، هاو أخونا بالهادي. استثناء تقول لي نعم، لكن دائما لا تنسى أن الغيث يبدأ بقطرات، المطر عينما ينزل لا ينزل هكذا بقطرة قطرة ثم تلتحق الكميات. أنا متأكد أن هناك قضاة بالمئات، ربما بالآلاف، ربما من 6000، ربما أكثر من نصفهم أو ثلثيهم إما أحرار أو على الأقل يريدون تطبيق القانون، يريدون استقلالية القضاء، يريدون أنه حينما يحكم فإنه لن تأتي تعليمات فوقية ولا تليفون عند الحنوشة ولا تليفون من عند
زقماتي وأذنابه ولا غيره، إنما القانون وضميره، القانون وضميره ليس شيء آخر. أنا متأكد أن القضاة سنرى منهم مواقف كلها ستشبه على الأقل أو تقترب مما فعله بالهادي. شفتوا إخوان، دقيقة واحدة فإذا بالرجل يدخل التاريخ. ذكرني هذا بأحد أحرار العراق قبل حوالي 15 سنة تقريبا، ممكن في 2006 أو 2007، ذهب بوش، جورج دبليو بوش، إلى العراق التي دمرها الأمريكان وحلفائهم، 30 دولة و 40 دولة احتلت العراق، دمرته. وذهب هناك وهو يفتخر مع رئيس الوزراء العميل المالكي يومها، فإذا بأحد أحرار العراق وهو يرى ذلك الغازي المحتل اللي تسبب في مقتل ملايين العراقيين. الآن له كثير من الإحصائيات تتكلم على 2-3 مليون على الأقل، رملوا الناس، قتلوا الناس. فإذا بأحد الأحرار لم يجد إلا حذاءه فيرمي عليه، رمى عليه الحذاء، وإذا بالصحفي هذا كان لا يسمع به أحد تقريبا، أو ربما مثل أخونا بالهادي إلا القليل. فإذا بالعالم أجمع يأخذ الصور، وكانت رمزية هائلة في تعبير رفض الشعب العراقي للغزو الأمريكي ومن مع الأمريكيين. هذا فضل الله يؤتيه لبعض الناس ربما على شيء فعلوه، فإذا عمل بسيط يجعل منه شيء عظيم. اليوم الشعب الجزائري ونحن نقترب من الجمعة القادمة، الجمعة الأعظم، الشعب الجزائري يدخل تاريخ البشرية. وصدقوني هذه ليست مبالغات، هذه حقائق. وربما إن شاء الله عندما ينقشع الغبار وتتضح الصورة وتقوم الدولة المدنية، دولة الأحرار، دولة الجزائر، سيقرأ وسيكتب الناس، وستكون هناك دكتورات، وستكون هناك كتابات، وهناك كتب، وهناك أفلام، وهناك عما يجري اليوم. إننا كشعب جزائري نقوم بواحدة من أفضل ملاحم البشرية في القرن الحديث، أو في العصر الحديث، أو في 100 سنة الماضية. واحدة من أفضل المواقف، وهي بسلميتنا. ليس لدينا لا مدافع ولا نريد أن تكون لدينا، ولا رشاشات ولا نريد أن تكون لدينا، إنما بحناجرنا، بألسنتنا، بأيدينا، بحريتنا نواجه عصابة يدعمها العالم أجمع، واللي ما يدعمهاش مباشرة متواضع بالسكوت. ونحن نقترب من سنة كاملة ليس هناك دولة واحدة في العالم، وكرر ذلك وأردده دائما حتى نشعر بالفخر، ليس هناك دولة واحدة في العالم احتجت على هذه العصابات، رغم أن القانون الدولي والمنظمات الدولية والحكومية على الأقل كلها تفرض على الدول أن تحتج حينما يتم اختراق حقوق الإنسان. وكم اخترق حقوق الإنسان، وكم هو يخترق. إخوانكم في سطيف قالت قناة الشرور، وبئس ما قالت بالأمس. إخوانكم في سطيف اللي راهم فرضوا عليهم إقامة جبرية ومنعوهم من الخروج من الحراك، 3 من الأحرار، قالت عنهم قناة الشرور من أنهم كانوا يدعون إلى الفوضى ويريدون حمل السلاح. بئس ما قلتم، تبا لكم ولما قلتم. هؤلاء الأحرار لو كانوا يريدون حمل السلاح لكان ذلك في الأيام الأولى وفي الأسابيع الأولى. هؤلاء الأحرار يعرفون أن أعظم سلاح اللي وقف أسيادكم، اللي راكم تزحفون تحت أحذيتهم، أعظم سلاح للشعب الجزائري هو السلمية. أعظم سلاح وأكثر سلاح حضاري هو السلمية، لأن الشعب الجزائري كان يعرف ويعرف جيدا أنه في التسعينات اغتنموا الفرصة
ودفعوا الناس إلى العنف، وفي كثير من الأحوال خلقوا ظروف العنف، ثم بدأوا يقتلون ويعذبون ويسحقون ويختطفون، وكان العالم يصفق لهم ويدعمهم بكل الطرق. ما زال العالم يدعمهم، لكن عندنا الله ثم هذا الشعب. لن يهزم شعب بهذه الإرادة بإذن الله، لن يهزم شعب بهذا الثبات، بهذه المواقف بإذن الله، لن يهزم أبدا. لن يهزم الذين يريدون نهضة البلاد، نهضة الجزائر، سمو الجزائر، ازدهار الجزائر، الذين يريدون أن يقضوا على الفقر وعلى القهر وعلى الظلم وعلى الحقرة وعلى الاستضعاف. لن يهزم هذا الشعب أبدا، لن يهزم هذا الشعب، بل أنه سيصنع دولة عظيمة ومجتمع أعظم بإذن الله، وبإخوانه شرقا وغربا سنبني الدولة المغاربية الكبرى، وسنصنع أمجاد حقيقية، وسنسترجع أمجاد عظيمة كانت عبر التاريخ. إن هذه البلاد تمتد عبر آلاف السنين، آلاف السنين من ثبات أهلها ومواجهة الغزاة، فما بالك بهؤلاء الوكلاء، وكلاء الاستعمار. لن يهزم هذا الشعب بإذن الله أبدا. هذه المواقف، هذه الجمعة هي تقربنا للجمعة القادمة والسبت القادم. وفي الجمعة القادمة والسبت القادم إخواني، خاصة أهل العاصمة، إخواني جميعا، تذكروا أن العصابات تسقط من عواصمها. نحن ليس لدينا نظام حكم، نحن لدينا عصابات حكم، وتذكروا أنها تسقط من عواصمها. الزحف الأعظم سيكون هذه الجمعة وهذا السبت نحو العاصمة، وإذا لزم الأمر حتى بعد السبت، إذا لزم الأمر فليكن بعد السبت. إما أن يسمعوا ويخضعوا لإرادة الشعب، وإما أن يكون التصعيد ويتعاظم التصعيد ويكبر التصعيد سلميا دائما، سلميا دائما. إخواني، بداية إن شاء الله من يوم الجمعة والسبت نبدأ في قضية ما نخلصش، ونمضي فيها بكل الطرق، ما نخلصش، لأن الذين يحكموننا لم نختارهم، ولأنهم لا يحكموننا لا بالحق ولا بالعدل ولا حتى بنصف الحق ولا بربع الحق ولا بعشر الحق، إنما بالظلم وبالقهر. ما نخلصش، ما نخلصش، لأن الخدمات بائسة وسيئة. ما نخلصش لأن أموالنا تدفع لقنوات مثل الشرور والبلاء والعار، اللي ها هم اضطروا في إطار صراعاتهم أن يسجنوا صاحب قناة العار. أخرج بعض الذباب ويقولون كلنا أنيس، ألا تستحون أن تقولون كلنا أنيس؟ نحن نعرف أنكم ذباب وأكثركم إماراتي ومصري ربما ممن دفع له. حي الله حرار مصر، حي الله حرار الأمة في كل مكان، لكن كلكم أنيس؟ أنيس المجرم المفسد الجاسوس؟ والله إن الحجر لا يستحي أن يكون مثل أنيس هذا، والله إن الكلاب لا أشرف من أنيس هذا الجاسوس بالوثائق. سنرى سيفتحون له ملف الجوسس هو وزوجته، أم يترك زوجته تدير إمبراطورية العار، قناة وجرائد ومواقع العار. سنرى. إذا لم يكن توقيف لزوجته وتوجيه تهمة الجوسس له، فاعلموا أن الإمارات قد فرضت شروطها على هذه العصابة، تأكدوا أنها قد فرضت ذلك، حتى ولو أبقوا في السجن، لأن في النهاية يتركون له كل شيء وكل الأملاك وينتظرون فرصة لعلهم يفعلون ما فعل السيسي. هذه البلاد ليست السيسي، هذه البلاد لن تسمح بسيسي آخر. أما وقد خدع أخواننا المصريين، أما وقد نبههم كثير من الأحرار، لكن مع ذلك فإخواننا المصريين بإذن الله هم أيضا سيطيحون بعصابة السيسي وبالعصابات المجاورة له،
ولكن نحن لن بإذن الله لن نسمح بظهور لا سيسي ولا ربع سيسي أبدا، بسلميتنا، بحضارتنا، بثباتنا، بصمودنا، بتصعيدنا القادم مع السنة القادمة سنظهر لكم. أنا أنصح الجنرالات وخادمهم تبون ومن معهم من المدنيين أن يستمعوا للشعب. قلتها لكم في 2013، قلت لكم راه جاي طوفان، راكم إذا لم تسمعوا للشعب فإنكم ستدفعون الثمن. تخيلوا لو أن السعيد ويحيى وسلال وكل المجرمين اللي راهم الآن في السجون استمعوا للشعب، تخيلوا لو أنهم فقط لم يذهبوا إلى عهدة خامسة، تخيلوا. هانا نعود نذكركم شنقريحة، غريس عبد الحميد، لشخم عبد القادر، وعزة وسيني وكل الجنرالات النافذين، بن علي بن علي، محمد قايدي وباقي الجنرالات النافذين. استمعوا للشعب قبل فوات الأوان، استمعوا للشعب قبل أن تكونوا عبثا له في الساحات العامة. استمعوا للشعب، اسمعوا له. تريدون حل؟ الأحرار يمدون أيديهم. تريدون مخرج؟ الأحرار يمدون أيديهم. عادي، المادة السابعة والثامنة، تطبيق المادة السابعة والثامنة بمناسبة الذكرى الأولى ودخول العام الثاني، سترفع المادة السابعة والثامنة في كل مكان وسيذكركم بها الشعب. المادة السابعة والثامنة، ما كاش انتخابات مع العصابات. نحن لا نعترف بتبون ولن نعترف به أبدا، الشعب لن يعترف بتبون أبدا. شفتوا الشابة هذيك اللي خرجت من السجن وقالت لكم أنا لا نعترف به؟ ذلك هو قول الأغلبية العظمى من الشعب الجزائري. حتى إخواننا الذين خدعوا، الذين استغفلوا، الذين باعوا لهم البروباغندا والأكاذيب عبر القنوات والجرائد والمواقع والذباب، حتى هؤلاء عادوا ويعودون. وشفتوا المدن، شفتم عندما شنت اليوم مثلا قهرت أهلها، فإذا بالأحرار يكسرون عنها الحصار كما فعلوا عن سيدي بالعباس. شفتوا سيدي بالعباس اليوم وتيارت اليوم وكل المدن، مدن الغرب. إن مدن الغرب ليست أقل رغبة وقدرة على الإطاحة بهذه العصابة كمدن منطقة القبائل وكمدن الشرق وكمدن الجنوب وكمدن الوسط وكالعاصمة. تريدون أن تظهروا الغرب وكأنه عابث يريد اللهو والزهو، هذا ليست حقيقة الغرب، الغرب الجزائري هذه ليست حقيقته. حقيقة الغرب الجزائري مثل كل الجزائر أحرار شرفاء يريدون بناء الدولة والنهوض بها. مرة أخرى جنرالات الجيش، استمعوا لصوت العقلاء قبل فوات الأوان. تريدون حل فأحرار البلاد على كامل الاستعداد لذلك. تعودون إلى الثكنات، تقومون بأدواركم وفق المادة 28 من الدستور، وتتركون أمر تسيير البلاد للمدنيين. المدنيين يختار الشعب أفضل أبنائه في الانتخابات الحقيقية الصادقة النزيهة الحرة. الأغلبية تحكم والأقلية تحترم، ويتبادل الشعب، يغير من يشاء، يأتي بمن يشاء، يذهب بمن يشاء. الشعب الحر السيد، هذا الشعب حر وهو مصمم على البقاء حرا ومصمم على استرجاع حريته. حيا الله إخواني في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.